في ليلة القدر. حد سأل نفسه قبل كده ليه ربنا أمر الملائكة وعلى رأسهم سيدنا جبريل عليه السلام بالنزول للأرض في ليلة القدر؟ وإيه اللي سيدنا جبريل هيعمله مع البشر؟ وإيه اللي هيطلع يقوله لأهل السماوات السبع؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وإزاي الملائكة هتملى الأرض كلها وإنت مش هتحس بيها؟ وإيه اللي هتعمله الشمس مع البشر تاني يوم ليلة القدر؟ ومين هم البشر اللي هيحسوا بالملائكة في ليلة القدر؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. بص يا رفيع المقام، أنا ما بحبش تعقيد الأمور على الناس، لأن أكتر حاجة تغضب رب العزة هي تعقيد الأمور على عباده. أهلا بيكم، أنا محمد فتحي وجاي أقول لكم كم معلومة حلوة كده وسريعة وماشي. فلو جنبك ابنك أو بنتك هاتهم علشان يستفادوا، وشيروا الحلقة دي لعلها تنفع غيرك. تعال أبدأ معاك بالتقيل على طول، وهو ليه الملائكة بتتنزل من السماء للأرض في ليلة القدر؟ الملائكة بتتنزل علشان يشوفوا البشر، يشوفونا وإحنا بنتعبد لله عز وجل. بس خد بالك إن الملائكة لا تتنزل إلا بأمر من الله عز وجل. الملائكة حابين يشوفونا بس كانوا مستنيين الإذن من رب العزة. الملائكة بتتنزل يوم ليلة القدر علشان تسلم علينا ويشفعوا لينا، ومن أصابته التسليمة غفر له ذنبه. اسمع بقى اللي هقوله ده رفيع المقام، لانه مهم جدا واول مره هتسمعه. الملائكه اللي بتتنزل الى الارض دول ملائكه سدره المنتهى، وسدره المنتهى دي موجوده عند حدود السماء السبع، او بمعنى اصح على حد هواء الدنيا وهواء الاخره. المنطقه دي فيها ملائكه محدش يعرف عددهم الا رب العزه. الملائكه دول بينزلوا مع سيدنا جبريل عليه السلام في ليله القدر في مشهد عظيم. نزولهم معناه ان مش هيكون في بقعه واحده على الارض الا وعليها ملك ساجد او واقف بيدعي للمؤمنين والمؤمنات. سيدنا جبريل عليه السلام مش هيسيب حد من المؤمنين إلا لما يسلم عليه. وهتحس إن سيدنا جبريل عليه السلام سلم عليك في ليلة القدر لما تلاقي جسمك أشعر وقلبك رق ودموعك ثابت. وده يا رفيع المقام من مصافحة سيدنا جبريل عليه السلام. وأول واحد هيصعد إلى السماء من الملائكة في ليلة القدر هو سيدنا جبريل برضو عليه السلام. وأول ما هيصعد إلى السماء هيقف قدام الشمس وهيفرد جناحين خضر. الجناحين دول مش بينشرهم كده إلا في الليلة دي بس. وبعدها هيبدأ ينادي على ملك ملك، وكل الملائكة هتصعد عند سيدنا جبريل، وهيجتمع نور الملائكة مع نور جناح سيدنا جبريل، وهيفضل سيدنا جبريل والملائكة موجودين بين السماء الدنيا والشمس. اليوم ده هيكونوا كلهم مشغولين بالدعاء والرحمة والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. بعدها هيدخلوا السماء الدنيا وهيقعدوا في حلقات، وبعدها هتجيلهم ملائكة السماء يسألوهم عن راجل راجل وامرأة امرأة، حتى يقولوا ما فعل فلان وكيف وجدتموه، فيقولون وجدناه عام أول متعبدا، وفي هذا العام مبتدعا، وفلان كان عام أول مبتدعا وهذا العام متعبدا. الأول ده يا جماعة كانت الملائكة بتدعي له، وهيوقفوا الدعاء ليه، وهيبدأوا يدعوا للشخص الآخر اللي هو أصبح متعبد. كل سماء هيطلعوا فيها هيحصل فيها نفس الأمر العظيم ده، وهيفضل الحال كده لحد ما يوصلوا لسدرة المنتهى. وهتقول لهم السدرة: يا ساكني حدثوني عن الناس، فإن لي عليكم حقا، وإني أحب من أحب الله. الملائكة هنا هتقعد تعد ليها الراجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم يصل ذلك الخبر إلى الجنة، فتقول الجنة: اللهم عجلهم إلي. والملائكة وأهل السدرة هيردوا على الجنة ويقولوا لها آمين آمين آمين. تنزل الملائكة والروح فيها. بص يا رفيع المقام، ليلة القدر ده يوم مميز جدا، مش بيجي إلا مرة واحدة بس في السنة. يوم ليه فضل عظيم جدا، وبيكون في العشر الأواخر من شهر رمضان. طيب حد يعرف ليه اليوم ده مهم جدا عندنا؟ اليوم ده اللي ربنا عز وجل أنزل فيه القرآن الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء. تعال بقى أكلمك عن ليلة خير من ألف شهر. جملة ألف شهر دي اللي بتعدي عليك كده مرور الكرام وانت مش واخد بالك، دي تقدر بحوالي 83 سنة. ربنا بيقولك ان اليوم ده عنده أحسن من 83 سنة عبادة بحاله. يوم عظيم نزل فيه كلام عظيم مع ملك عظيم على نبي عظيم صلى الله عليه وسلم. اليوم ده حرفيا الأرض بتضيق من كم الملائكة اللي تنزلت عليها من السماء. عدد الملائكة اللي بتتنزل من السماء إلى الأرض في الليلة دي بعدد التراب اللي في الأرض كله، أعداد لا حصر لها من الملائكة. طيب هل الأرض هتستوعب العدد المرعب ده؟ لا طبعا. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه تتنزل، يعني بتتنزل في صورة أفواج، فوق يطلع التاني ينزل، وآخر فوق بيطلع إلى السماء عند مطلع الفجر. ربنا سبحانه وتعالى
أنزل كتاب ذي قدر على نبي ذي قدر على أمة ذي قدر، علشان كده رب العزة سماها ليلة القدر. طب حد يقول السؤال الأهم، إمتى بقى يا فتحي ليلة القدر وإيه هي علامتها؟ ليلة القدر ليها علامات بتظهر في نفس اليوم وعلامات تانية لاحقة بتظهر تاني يوم. العلامات اللي بتظهر في نفس اليوم هي قوة الإضاءة والنور في الليلة العظيمة دي. المؤمن هيحس بطمأنينة غير طبيعية في قلبه، المؤمن هيحس بانشراح في صدره، الرياح هتكون في اليوم ده ساكنة. أما العلامات اللاحقة اللي هتظهر تاني يوم من ليلة القدر هي إن الشمس هتطلع في صبيحتها من غير شعاع، ده يا جماعة من اللي شافته في ليلة القدر من نور الملائكة. وممكن كمان في اليوم ده تبص في الشمس عادي جدا ومش هتتعب عينك. طب حد يعرف هي بالتحديد أي يوم في العشر الأواخر من شهر رمضان؟ ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر من شهر رمضان ومش بتكون في يوم محدد. ليلة القدر هي ليلة وترية، بمعنى إن لو كان شهر رمضان مكتمل يعني جاي 30 يوم بتكون ليلة القدر يوم 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وبتيجي في الليالي الزوجية في حالة الإشفاع، وده لو جه رمضان 29 يوم. هو احنا ممكن نشوف الملائكة يوم ليلة القدر؟ لا طبعا، مش مسموح لحد انه يقول انا شفت الملائكة الا الانبياء، لانهم اجسام نورانية رب العزة لم يأذن البشر برؤيتهم الا لو تشكلوا فقط. طيب ازاي احس ان الملائكة موجودة حواليا؟ دي تقدر تحس بيها وتقولها كمان عادي. وجود الملائكة معناه انك هتحس براحة وهدوء غير طبيعي، وفجأة كده هتحس انك محبوب ومدعوم من الناس كلها كمان. اخيرا بقى هقول لك على افضل دعاء تدعيه في ليله القدر. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا رب اكون خفيف الظل عليكم، سهل لين اللسان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين.